أستاذ محمد. يعني موضوع مخيف جدا لما نتكلم عن الهجمات الإلكترونية ومع الذكاء الاصطناعي خلاص رحنا فيها إحنا الناس العاديين. ولكن خلينا نبدأ بتجربة كذا ورينا كيف ممكن يحصل هذا الاختراق. طبعا الروابط الوهمية لها أنواع كثيرة طبعاً. اليوم أنا جايب يعني نوع بسيط جدا ممكن لأي شخص يدخل على رابط مثل هذا. أنا ما أدري أي كاميرا منهم أي تمام؟ رابط طيب رابط جينا يقول بالضبط. لك استلمت لديك طرد يجب استلامه أدخل على الرابط حتى تستلمه بالضبط. لكن هذا الرابط حول على إنستغرام فعلا الابليكيشن الحقيقي لإنستغرام. يا سلام تمام طيب. ولكن عندي أنا على الشاشة في خلف الكواليس قدرت أطلع عنوان الشخص اللي فتح الرابط، قدرت أطلع المتصفح ماله، قدرت أطلع نوع الجهاز اللي هو يستخدمه، طلعت أيضا أطلع اللوكيشن الخاص فيه في الخريطة. كيف كذا؟ الله. فهذا كله مجرد إنه فتح الرابط. ففي نوع من أنواع الروابط أنا أقدر أخليه أو أوجهه للي أنا أبغى. ممكن الأغنية على يوتيوب مثلا، ممكن مثل ما أنتم شفتوا على إنستغرام أو أي منصة ثانية. يعني معقولة ممكن أفتح في صفحة الإنستغرام أخذ كل بياناتي يعرف أنا فين وفين ساكنة وعنواني؟ هذه البيانات فعلا تفيد المخترقين أحيانا، بالذات مثلا عندنا هني نوع الاي او اس أو الفيرجن الخاص بالنظام. إذا كان فيرجن قديم ممكن أن المخترق يستخدم الشيء هذا لصالحه ويعرف شو الثغرات اللي موجودة عندك لأنه فيرجن قديم. ولذلك نحن دائما ننصح ان الواحد دائما يحدث انظمته ويحدث البرامج اللي عنده، لان التحديثات هذه دائما تي ب يعني اغلاقات لثغرات امنيه. ممتاز. فاذا كان النظام محدث عندكم المعلومه هاي ما راح تفيد المخترق. ممتاز. ان الثغرات اللي المفروض تكون مفتوحه تسكرت. طيب كيف انه الجرائم الالكترونيه بتكلف الشركات في جميع انحاء العالم حوالي 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2025 وهذه شركات كبيرة وعندهم أمن سبراني وعندهم أخذين كيف هي بتخترق فما بالك إحنا كأفراد؟ صحيح. دائما في قاعدة معروفة في مجال الأمن السبراني عند الخبراء أن أضعف حلقة في أي نظام أمني هم البشر. طبعا دائما. فمهما كان النظام مصروف عليه صرف، مهما كان خلينا نقول قريب إلى الكمال، طبعاً ما في شيء كامل، بتكون في ثغرات، بتكون فيه مجال إنه ممكن للاختراق. يعني مثلاً الرابط مثل هذا، في نوع ثاني ممكن أقول لك إنه مثلاً رابط سناب أو فلتر سناب. أوف. لكن إذا كان بهالطريقة أو بهذا السيناريو، ممكن طبيعي جداً إن تعطينا صلاحية أكسس الكاميرا عشان تشوفين الفلتر مثلاً، لكن هو في الواقع مش فلتر سناب. طب أنا كيف مثلاً. أعرف؟ أنا كيف أعرف؟ يعني أنا الآن شخص عادي أو مراهق أو طفل أحب الفلاتر وأبغى أفتح الفلاتر وأجرب الفلاتر ودخلت ولقيت الفلتر هذا وهمي. يخترق أو وهمي فعلا. طب أنا كيف أعرف إذا كان حقيقي ولا غير حقيقي من قبل ما أفتح نفس الرابط؟ أول شيء في علامات طبعا الرابط الوهمية دائما ما تكون بالضبط نفس شكل الرابط الحقيقي في الموقع. يعني نعم. مثلا ما راح تكون snapchat.com. وأنا أول شيء لازم أتأكد من مصدر الرابط. في العديد من الخدمات موجودة عندنا أيضا في منصة سايبر نت اللي هي تفحص الروابط الوهمية أو المشبوهة. عندنا نحن خدمة مجانية ممكن من خلالها تحطون أي رابط ممتاز فيها ويفحص يعني باي ثيرد بارتي كذا بالضبط، يفحص الرابط المشبوه هذا من خلال 70 برنامج حماية في ثواني ومجاني طبعا، ممكن أي واحد يدخله ومن خلاله تفحصون الرابط وتتأكدون هل هو فعلا حقيقي ولا وهمي. طيب خلينا كمان ننتقل لحاجة مهمة أخرى وهو الذكاء الاصطناعي اللي دخل في كل شيء وأصبح اليوم بسهولة بأنه ينتحل الشخصيات، ينتحل الأصوات وكتابة الرسائل والبريد الإلكتروني وغيره. طب هذا كمان مصيبة أخرى دخلت علينا ويقول لك أنا سمعت صوتك، أنا متأكد منك، هذا البريد جاني من بريدك أنت. يعني هنا كون كمان أنه صعب أني أكذب عيني أو إذني، كيف أتصرف في هذه الحالة؟ كيف أتأكد؟ شوفي دائما كل الامور اللي في المجال التقني لها ايجابيات وسلبيات على حسب استخدام الشخص. فقمنا نشوف الحين في الفتره الاونه ان في استخدام مسيء لتقنيه الذكاء الاصطناعي اللي هي الهدف منها كان هدف يعني هو كل شيء كان هدف جميل، بعدين بالضبط. الناس في بعض الاشرار يستخدموه لاغراض اخرى. ولذلك دائما يعني الذكاء الاصطناعي ما راح يعطي مثلا اذا مثل ما تفضلتي ان وصلني مسج مكتوب بالذكاء الاصطناعي، انا متاكد 100% ما راح يكون بنفس اسلوب الشخص اللي وصلت منه. نعم. هذا واحد. اثنين اذا فعلا بالصوت
يعني وصلت رسالة بالصوت بنفس نبرة صوت الشخص. أبسط شيء يعني في العادة ما راح يكون طلب معتاد من الشخص هذا. نعم. تحويل بنكي ولا غيره يعني غالباً ما راح يكون طلب معتاد من الشخص. مزبوط. فأبسط شيء أنا أسويني أتصل عليه وأتأكد علي. لأن دائماً هذه الأشياء تصير بشكل غير معتاد. مظبوط. انت عارف انه جاتني معزومه لفعاليه مهمه ورفضت اني اروحها بسبب انه ارسلوا لي رابط اني ارسل فيه بيانات وزي كده ورفضت اني ادخل هذا الرابط وهي طلعت حقيقيه فهذه هي المشكله يعني. احتياط واجب بالعكس ليش لا. طيب الان هل هناك علامات تبان لي من الجوال انه هناك اختراق في جوالي؟ اشياء تظهر على الجوال يجب اخذها في الاعتبار ترى جوالي تم اختراقه؟ نعم. ممكن أن نختار أول شيء بتكلم فيه إذا الشخص وايد يعتمد على الداتا. إذا كان في شيء شغال في الخلفية مثل حد يصور الشاشة أو مثلا في بيانات ستتحمل أو تنتقل للمخترق فأكيد 100% الداتا راح تقل بسرعة كبيرة أو تخلص بسرعة كبيرة. طيب. فهذه علامة. في نفس السيناريو الجهاز ممكن أن يحر أو بطارية تفضي بشكل سريع غير عن المعتاد. ممكن أوكي أنا تليفوني ممكن يفضي أنا متعود عليه يفضي لكن في هالحالة ممكن يفضي أسرع من المعتاد اليوم مثلا. فهذا دليل أن في شيء شغال في الخلفية في حد ياس يدخل فممكن هذه تكون علامة ثانية أو ثالثة مثلا. الجوال الحار ارتفاع درجة يفرق طبعا يعني مثلا إذا البطارية تفضي أو تحر هذا معناته أن في أشياء ياس شغالة في الخلفية ياس تستهلك من معالج الجهاز وبالتالي راح يسخن. احيانا بيطلع نور ازرق او احمر او اصفر. بالضبط. ايش حكايته؟ انا فاتحه بث بالمناسبه. تمام. النقاط اللي فوق هذه من الشركه نفسها موجوده في الايفون والاندرويد تنبه المستخدم ان في كاميرا شغاله. النقطه الخضراء على ما اظن هي علامه الصوره والثانيه هي علامه ان في فيديو قاعد يتسجل. فالواحد ينتبه ان هذه النقاط اذا شغاله من رابط او من شيء فمعناته ان في صلاحيات المفروض ما تنعطى لهذا الرابط. على السريع دائما لما هذه تحصل مع الكثير طلب تكنسل او فجاه يجيني رساله انه ترى تكنسل طلبك لازم تدخل على الرابط. أيوه. تحدث بياناتك وكذا هم من فين يعرفوا انه انا بشتري ومن فين بيجيبوا ارقامنا؟ هل هناك في عالم خفي تباع فيه الداتا حقتنا والارقام والحاجات دي؟ مثل ما تفضلت قبل شوي قلت ان حتى الشركات الكبيره يتم اختراقها فبالتالي تم تسريب هذه البيانات وبالتالي تنباع في السوق السوداء خلنا نقول باسعار والمخترقين يحصلون البيانات هذه جاهزه فبالتالي هم يلعبونها على نسب يعني من 100 رقم اتوقع 40 او 50 اكيد طالبين من موقع معين شيء وعلى وعسى أن تضبط معه فهم يلعبون في الغالب على مشاعر البشر أو على الثقة. كل المخترقين الحين ما يستغلون الثغرات كثر ما يستغلون مشاعر البشر يحاولون يشوفون الثقة خلنا نقول كثغرة يحاولون يشوفون مثلا الخوف كثغرة أمنية ابتزاز ولا غيره يشوفون حتى الثقة يعني إذا أنا مثلا شفت أن أنا فعلاً طالب وشفت أن وصلني الرسالة اللي تكلمتي عنها فأنا راح أثق فيها تقريباً صراحة المفروض لا نثق أننا لا نثق وخلينا خلصنا كده عند طلبنا يعني وما نفتح أي رابط أو نستخدم اللي قلت عليه هذا أو مثلاً أن فعلاً إذا أنا طالب من هذه الجهة ومن هذه الشركة بروح للأبليكيشن نفسه ما راح أفتحها من الأبليكيشن. شكراً لك صانع المحتوى والتقني محمد الشامسي على هذه النصائح كلها.